الدكتور دكتور أحمد داوود. لم ينتبه كثير من حضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية لوصول زعيمهم الجديد أحمد داوود أوغلو. فالجميع كان في انتظار الزعيم الأول الذي سيبقى ظله على ما يبدو ظاهرا في الحزب حتى بعد مغادرته إلى قصر الرئاسة. هذا ليس وداعا، وهذه ليست خاتمة، بل هي فاتحة وبداية جديدة. لن يتغير شيء في الحزب سوى اسم زعيمه. أردوغان الذي رفض أن يكون هناك تنافس بين أكثر من مرشح في الحزب أو أي نقاش حول اختيار خلفه، أكد في كلمته الأخيرة أمام جمهور حزبه أن داوود أوغلو لن يكون تابعا له، وإنما سيكون زعيما حقيقيا يأخذ قراراته بنفسه، لكن كثيرين شككوا في إمكانية تحقيق ذلك عمليا. أردوغان عرض نفسه خلال كلمته، فتأكيده أن شيئا لن يتغير في الحزب يعني أنه سيتدخل ليضمن بقاء الأمور على حالها. داوود أوغلو لن يحصل على الشرعية إلا إذا فاز في انتخابات العام المقبل بنسبة أكبر من التي كان يحققها أردوغان، وهذا أمر صعب للغاية. حاول داوود أوغلو أن يلهب حماس الجماهير بكلمته التي طالت وأعادت إلى الأذهان أصوله الأكاديمية، حيث أكد أن سياسات حكومته لن تختلف عن سياسات حكومة سلفه أردوغان. عهد أحمد داوود أوغلو بدأ، لكن الرجل تنتظره تحديات وصعوبات كثيرة، أولها تشكيل حكومة جديدة يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التعامل مع أولويات السياسة الداخلية التي وضعها أردوغان. التعامل مع بعض القيادات التي ترى نفسها أولى بالزعامة سيكون أحد تلك التحديات بعد إعلان بعضهم رفضهم المشاركة في حكومته، بالإضافة إلى التحضير للانتخابات البرلمانية الصيف القادم من أجل فوز يمكنه من تغيير الدستور، وسيكون الرهان معقودا هنا على حل القضية الكردية حتى ذلك الحين. يوسف الشريف، سكاي نيوز عربية، أنقرة.